حتى انت؟ لو انت فاكر يعني 38 سنه جواز من امك ماشي على الصراط المستقيم، هات السيجاره يالا. سيجارتي ايه؟ مش عايز اسمع كلام الدكتور، اسمع كلام الست اللي بره دي، لو شمت ريحه السجاير مش هتسيبك. يا واد مش هشربها، همسكها في ايدي كده. يلا هات. حاضر اتفضل، بس على شرط. ايه؟ تحكي لي عن العطايه. انا دي رشوه بقى؟ اه يا واد انا كده كده كنت هحكي لك. اسمع يا سيدي، نفس القصه هتسمعها من كل راجل. زهق، مش لاقي اهتمام في البيت، لقى واحده بتهتم بيه بره، او واحده معجب بيها بس ما تتلوش وش، كبرت في دماغه بقى، هيحط ايده عليها، هيحط ايده عليها. قلت الحالتين هيروح. يعني انت رحت؟ كلنا بنروح يا ولد. طب وهي البنت دي انت حبيتها؟ حبيتها جدا، رجعتني لشبابي، كانت احلى ست في الدنيا، وانا كنت اسعد راجل في العالم. بعدين ايه اللي حصل؟ شويه بشويه بتزهق وتحس انك دني ومفيش حاجه في الدنيا بتملى عينك. ايوه بس الراجل ما دام مرتاحش في بيته اكيد هيطلع يبص بره. انت لو طلعان عينك في البيت 100% هتقعد، اما لو مش طلعان عينك في البيت برضه هتقعد، بس في فرق ما بين الحالتين. الحاله الاولانيه ممكن ما ترجعش، لكن الحالة الثانية العقل بيقول لك لازم ترجع.